لهذا بدون ما نعمل بجوز إذا في كتب سؤال واحد نتشرف باستضافة الدكتورة نوال السعداوي أثناء زيارتها لوس أنجلوس لتعطي حديث لمشاهدين التلفزيون العربي الأمريكي في جنوب كاليفورنيا. أهلا بك دكتور نوال. أهلا وسهلا. دايما بنسمع عن حضرتك وهنا في أمريكا قرينا كتير عن كتبك, وطبعا كتير من المشاهدين يمكن ما بيوافقوش مع آرائك, فنحب نوضح أكتر عشان طبعا محدش سمع حضرتك قبل كده عندنا في لوس أنجلوس, فلو تقدري توضحي الموقف مثلا عن موقفك بالنسبة لل I was doing a caliber and I had on channel 1, so we don't have audio, but unfortunately I forgot to back. We're still rolling. Okay, are you zooming out and then to her? Or? Yes. Right now I'm zooming to you. You gotta do your intro over again. Okay. You're all set. You're rolling. After my intro, we cut, I say. Okay. You can go. أهلا بكم في برنامج التلفزيون العربي الأمريكي, وننتهز هذه الفرصة لاستضافة الدكتور نوال السعداوي لتعطي حديث لنا أثناء وجودها في واشنطن, وبالتالي يمكن للسادة المشاهدين أن يعرفوا آراء الدكتورة نوال السعداوي. أهلا بك دكتور السعداوي. أوكي. Now it's 2-on-2. دكتور سعداوي. دكتورة نوال, احنا في جنوب امريكا في لوس انجلوس البرنامج بتاعنا, وطبعا كتير سامعوا عن دكتورة نوال سعداوي وعن ارائك, وطبعا متأكد انه في كتير مش موافقين بوجهة نظرك, فياريت لو ممكن حضرتك توضحي لهم أرائك بالنسبة للدين أولا, وبالنسبة لموقف المرأة العربية. شكرا. هو طبيعي أن أي كاتب أو أي إنسان بيقدم فكر أنه بيختلف مع الناس, ضروري, والاختلاف صحي طبعا. يعني والتقدم بيجي نتيجة الاختلاف والأفكار المختلفة, فأنا بأرحم بأي اختلاف. الفكرة اللي بقدمها والأفكار اللي أنا بقدمها ومؤمنة بيها أن الإنسان العربي لابد أن يتقدم, لابد أن يتقدم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا, لأن احنا في البلاد العربية في حالة يرسى إليها حقيقة, يعني إسرائيل أنها تهزم البلاد العربية ويعني وتقتل من العرب, واللي هي بتعمله في لبنان واحتلالها لفلسطين واحتلالها للأراضي العربية, كل ده شيء بيؤثر علينا كنساء ورجال. زائد ان احنا لما نبقى مستعمرات جديدة للولايات المتحدة اقتصاديا, طبعا شيء يؤلمنا ان البترول العربي بدل ما ينمي المنطقة العربية يمتص الى الخارج لينمي امريكا واوروبا الغربية, ده شيء مؤلم. كل الحاجات دي طبعا مرتبطة بالقضية اللي انا بدافع عنها, لان القضية اللي بدافع عنها اللي هي تحرير الانسان العربي سواء كان رجل او امرأة, وبالذات المرأة, لان المرأة عندنا القهر بتاعها مضاعف. ده مرتبط بالقضية السياسية الكبرى, قضية تحرير الوطن, قضية الديمقراطية, قضية الحرية, قضية التخلص من النظام الطبقي والفروق الباهظة بين الطبقات. يعني لما يبقى ناس بيمرضوا من التخمة والأكل والفساد, وناس بيمرضوا من قلة الأكل والفقر, يعني دي مجتمع الواحد لازم يحارب ضد هذا النظام الطبقي. لما يبقى الرجل مسيطر على المرأة في الزواج وفي الحياة, وأن المرأة تمنع من العمل أو من حقها في العمل أو حقها في التفكير لمجرد قانون الزواج يعطي لزوجها سيطرة عليها أو وصاية عليها وما إلى ذلك. يعني كل الحاجات دي اللي أنا بتكلم عنها بتهمنا جميعا. موضوع الدين الإسلامي, يعني أنا من الناس اللي فعلا يمكن درسوا الدين الإسلامي قرنوه بالمسيحية واليهودية, وفي كتبي قلت إن الإسلام والقرآن يعني أفضل بكثير, يعني لا يقهر المرأة كما يقهرها الدين المسيحي واليهودي, وجبت أمثلة من الإنجيل والتوراة وما كيف إن مثلا زي الحجاب, لا يوجد آية واحدة في القرآن تقول للمرأة تتحجب, في حين إن مفهوم الحجاب موجود في اليهودية والمسيحية.
إن حواء جسد بلا رأس وزوجها رأسها، أن المسيح هو رأس كل رجل والرجل رأس كل امرأة. ما عندناش الحاجات دي في الإسلام. فأنا بتكلم عن الإسلام موضوعيا، أدافع عن النواحي الإيجابية في الإسلام وأقويها، لكن أيضا بقول أن هناك استخدام سيء للدين ومحاولة من بعض الجماعات الدينية المتطرفة لتحويل هذا الدين اللي بيدعو إلى الحرية والمساواة والعدالة إلى دين للقهر، لقهر النساء وتحجبهم، إلى التطرف. يعني بيجيبوا أفكار غريبة جدا يدسوها إلى الدين ويقولوا إن هذا هو الدين الإسلامي وعايزين يحكمونا بهذا الشكل. المرأة بتقعد في البيت وما تشتغلش، المرأة تتحجب، وبعدين هم يعني بيستخدموا الدين سياسيا. يعني الإسلام ما فيش إسلام واحد، يعني بس في إسلام في جنوب اليمن، في إسلام في السعودية، في إسلام في تونس، في إسلام في مصر. يعني كل نظام سياسي بيفسر الإسلام كما يريد حسب مصالحه الخاصة. فإذا أنا بتكلم عن الدين بهذا الشكل، هو يقول لك هي بتهاجم الإسلام. بس كثير من النساء العرب وخصوصا في مصر يعني بيتحجبوا بإرادتهم الشخصية، وخصوصا الأخيرا يعني اللي احنا هذه فكرة غير صحيحة. أن المرأة حتى ولو كانت من الطبقة العليا ومتعلمة ومعها دكتوراه، لأن دايما الحجاب دلوقتي ظاهرة جديدة بالنساء المتعلمات الجامعيات والطبقة العليا، دول نساء يعني رغم تعلمهم بكل أسف هم لم يدرسوا تاريخهم ولم يدرسوا الإسلام، وإلى حد كبير أستطيع أن أقول أنهم عندهم جهل كبير جدا. ليه بقى؟ لأن نمرة واحد، هم بيتصوروا أنه بارتداء الحجاب هما بيأكدوا الشخصية الإسلامية. الحجاب ليس إسلامي، الحجاب فكرة يهودية نشأت في النظام العبودي، ليس فكرة إسلامية. دي نمرة واحد. متى نشأت مثلا؟ في النظام العبودي. يعني لما تقرأ قصة حواء وآدم في اليهودية تلاقي أن حواء رمز إليها أنها جسد بلا رأس والرجل رأسها، فبما أنها جسد بلا رأس يجب أن تغطي جسمها لأنها إنسان ناقص، يعني تخجل من طبيعتها الناقصة. الرجل في الدين اليهودي يصلي بدون أن يغطي رأسه، لكن المرأة لابد أن تغطي رأسها في المسيحية وفي المسيحية أيضا. فإذن الحجاب فكرة يهودية مسيحية وليس زي إسلامي، لأنهم بيحطوا الحجاب يتصوروا أن ده زي إسلامي. هذا جاهل أيضا، ما درسوش التاريخ. نمرة اتنين، هما بيتصوروا أنهم بيتحدوا الثقافة الغربية، زي الإيرانيات يقول لك احنا بنلبس بنتحدى الثقافة الغربية، برضو في مصريات يقول لك بنتحدى الثقافة الغربية والثقافة الأمريكية. هما لا يتحدوا، لأن معظمهم من الطبقة العالية، معظمهم بيشاركوا ويستهلكوا البضائع الأجنبية، وفي منهم حتى الحجاب ده بيستوردوه، القماش بتاعه بيستوردوه من نيويورك وأوروبا. فكيف أنهم يتحدوا الثقافة هم بيستسلموا للتبعية الاقتصادية إزاي؟ Okay, now it's a new tape you have or what? Yeah, it's a new tape. Ah, okay. عايزين نخلص. Yeah. سؤال أخير وأمشي. Just on both of us. Okay. Oh, when you moved out, we were on two. No, when I moved out. Stop the car. We were on her. بالنسبة أثناء إلقاء كلماتك أمس تكلمتي عن المرأة في أمريكا أنها مش غير متحررة، والمرأة العربية متحررة أكتر من المرأة الأمريكية نوعا ما، يعني من بالنسبة للحقوق الحقوق الشخصية، أن المرأة العربية وصلت ل انها ايكوال باي وكل الحاجات دي. هل صحيح ولا لا؟ انا يعني ما قلتش كده. طب خليني اعيد بقى السؤال. مش كده بالضبط. ستوب. دكتورة نوال، ما هو الفرق بين حقوق المرأة؟ مش معقول كده، لازم
stop. دكتورة نوال، أنا شخصيا أعرف كثير من السيدات أخيرا تحجبوا، ومعظمهم متعلمات ومتخرجين من جامعات في أمريكا أو متخرجين من جامعات في البلاد العربية، ولما جم هنا أمريكا قرروا أنهم يتحجبوا رغم أنه يمكن أزواجهم رفضوا. يعني الظاهرة دي قد تكون نفسية، ومهما أنهم تعلموا يعني يكونوا معاهم دكتوراهات وكده، مش معنى كده أنهم فهموا التاريخ، لأن برضو ممكن واحدة تبقى معاها دكتوراه في الكيمياء لكن ما عندهاش فكرة عن الإسلام كيف نشأ وعلاقته بالأديان الأخرى، أو ظاهرة الحجاب جت امتى. وجايز قوي تتصور أن الحجاب ده إسلامي، وأنها لما بتلبس الحجاب أنها بتتحدى. يعني ما هو ده نوع بيسموه الوعي المزيف، جاي من الإعلام، الإعلام المزيف. إحنا كلنا ضحايا إعلام مزيف بيحاول أنه هو يزيف المعلومات ويزيف التاريخ لنا، وده بيسموه دلوقتي الكالتشرال امبيرياليزم. ازاي يخلي الانسان المتعلم جدا وعيه مزيف بحقائق بسيطه جدا. فهؤلاء الدكتوراهات اللي بيلبسوا حجاب وعيهم مزيف بالنسبه للحجاب، وظيفته متى نشا في التاريخ، لازم يعرفوا الحاجات دي ولازم يقروا. لذلك المراه العربيه لازم تقرا التاريخ وتقرا الاسلام وتقارنه بالاديان الاخرى عشان تعرف ان الحجاب ليس ظاهره اسلاميه، وان الحجاب ليس زي اسلامي، تقوم تفهم انها متحجب ليه. بالنسبه لكتاب حضرتك بالانجليزي التايتل بتاعه The Hidden Face of Eve I'm sorry، قلت انه المشاكل دي كلها مشاكل المراه ابتدت من بدايه الاديان. The patriarchal society. I'm going to ask the question in English. The patriarchal society started with the beginning of religion. Mm-hmm. That during the pharaohs or the old world, it was a matriarchal society. Mm-hmm. More. Mm-hmm. Can you give more? Well, I didn't say that exactly. I said that patriarchy started with the slave society, with the ownership, private ownership, when man took over the land and he took over women also. He owned women, owned the land, and owned the children. And the patriarchal marriage started, patriarchal family, having double morality, monogamy for women and polygamy for men. This started with the slave system and the class system and the patriarchal system. So it all happened in history. Matriarchal society was pre-pharaonic, because the pharaonic period also was slave system, it was patriarchal. During Isis, our female goddesses, Isis, she was the goddesses of knowledge, of the head, the brain. And then she lost her status in religion and became the goddesses of fertility. And then she lost totally her position in religion. So in fact, this change from the matriarchal society to patriarchal society depended on the evolution of the class system and ownership, private ownership, etc. So it didn't start with the beginning of religion the way No. In fact, religions were more or less servant of the political system, of the slave system. I mean monotheistic religion. Yes, the first monotheistic religion, Judaism, started in the slave society, and it served to stabilize the slave system by sacred rules. Christianity also was in a slave system. Islam also came in a slave system. That's why you find in the Quran some verses about slaves, etc. So these three monotheistic religions reflected more or less the slave system values, etc. You have four books translated to English in the United States. Yes, three novels and one book, The Hidden Face of Eden. The Hidden Face of Eden. It was a bestseller. It sold a lot of... I got many Americans told me about the book. And the novels also. Yeah. What happened during the regime of President Sadat when they imprisoned you? What was the reason and what was your experience, if you can tell us? Well, the reason was just because I'm a writer. I don't belong to any political party. I'm not a political activist. Just as an independent writer, he put me in jail because I was opposing and criticizing some of his policies. So I went to jail in September 1981. I spent 3 months in jail. He was assassinated while I was in jail. And to me, it was a very rich experience because I lived in one cell with another 12 women from different ideological backgrounds, the Muslim fundamentalists, the extreme left, the liberals. So to live with those women for 3 months was me
a new novel. I wrote two books. One called Memoirs in the Women Prison. It came in Arabic and it will come in English soon also. And I wrote a play called 12 Women in One Cell. That's in Arabic only and also in French. Thank you very much, Dr. Nawal. Yeah. And inshallah, we'll see you in Los Angeles soon again. Thank you. Inshallah. Okay, thank you. I have to run. Nice.